تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التصريحات التي أدلى بها رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل عن القنبلة النووية السعودية. تصريحات الفيصل جاءت خلال مقابلة أجراها على قناة MSNBC، حيث سئل عما إذا كانت المملكة العربية السعودية إذا ما ظنت أن إيران تتحرك صوب ذلك. ليجيب الأمير قائلا: قلت بصورة علنية سابقة إنه يجب علينا القيام بكل ما هو ضروري بما في ذلك الحصول على المعرفة لتطوير قنبلة في سبيل الدفاع عن أنفسنا ضد احتمال إيران مسلحة نوويا، بحسب ما نقلت قناة CNN. وتابع الأمير قائلا: أنا لست في الحكومة السعودية لأقول ما ستقوم به الحكومة، ولكن هذا هو رأيي الشخصي. ويذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات سابقة العام 2018 أنه إذا طورت إيران قنبلة نووية فستفعل المملكة العربية السعودية الشيء نفسه في أسرع وقت، وذلك وفقا لمقتطفات من مقابلة مع قناة CBS الإخبارية الأمريكية. وردا على سؤال في المقابلة ذاتها عن سبب المنافسة بين إيران والسعودية في المنطقة، قال الأمير محمد بن سلمان: إن إيران ليست منافسا للسعودية، جيشها ليس ضمن أقوى 5 جيوش في العالم الإسلامي، الاقتصاد السعودي أكبر من الاقتصاد الإيراني، إيران بعيدة جدا عن أن تكون مساوية للسعودية.